السلام عليكم ورحمه الله خوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كل جديد. الجديد ديال اليوم هو هاد البياسات بطبيعه الحال. من بعد هادي في نهار واحد، يعني اللي هو البارح 10 في الشهر، البارح 10 في الشهر 10 في شهر 10 خرجت هذا اللون هذا، وخرج هذا اللون هذا اللي غيطلع لكم في الصوره. خرجوا بجوج في نهار واحد، لون مستيلي، لون نقي، لون زوين، لون مفتوح. ولكن كنظن ان الله اعلم ان هذا اللون هذا حلاوته الصيف. راكم عارفين دابا جاي البرد، جاي الشتاء، حنا راه ندوزو دابا من لوطوم ايفيغ اوطوم. يعني هذا حلاوته البرد، حلاوته يا ربي الصيف. مازال اللون الكري ديالو تقدر يتلبس في كاع لي سيزون. بياسه زوينه، اللهم بارك، بياسه نقيه، شويه بالبيض ديغرادي كحل كري. شوف كيفاش دايره من اللور، بياسه اللهم بارك زوينه. طبيعة الحال اللي بغاها الخوت خلي لي ميساج في الفيسبوك اللي غيطلع لك هنا. الثمن ديالها كيما ديما 2700. غنقول لكم عاوتاني علاش 2700، حيت كنصيفط لك بياسه بكرطونتها كتصلك حتى للمدينه اللي انت فيها. بياسه زوينه الخوت، انا عجبتني، ولكن تقدر تلبسها في شي نهار ما فيش الشتا بحال دابا. حنا في اوروبا، هنا في فرنسا راه ديما الشتا، وانتوما راكم. انا كنقول الراي ديالي بطبيعه الحال، غادي يخرجوا شي وحدين غادي يقول لك لا انت اش كتعرف اش كذا. انت خوت كل الاراء ديالو كلو. انا كنظن بان هذا ديال الصيف ضروري راه كتلقى مؤيد وكتلقى معارض فيما مشيتي. زوين الكري ديالها، تقدر تلبسو مع شي كري، مع شي تيك كريه بحال هاد اللون هذا، يجي مستيل. حتى هادي راه تلبس مع تيك، ولكن واخا اللون بعيد ماشي مشكل. قولي ليا تنتوما كي جاتكم هاد البياسه هادي. نعاود ناكد لكم الخوت بان هذه راها لا سويت ديال هذه، هاد خرجات هذه. وهذه تلاحت هي والقريه في نهار واحد اللي هو 10 في شهر 10. واخا كندريو لها الاشهار شحال هذه، بانها غتخرج واحد في الاخر تاع 2024، خرجت في شهر 10 نهار 10. هذا ما كان الخوت في الفيديو ديال اليوم. ما تنساوناش بالدعم، بلي لايك، بلي جيم، وبلي كومنتير باش يبقى يوصلك الجديد. هذا ما كان الخوت، السلام عليكم.